شوبينج صار أهين على أم تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بس سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعت الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصلوا عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. تنشير الغسيل مشكلة. أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers راك، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. أوقات كتير بيكون عنا تياب أو عبالنا نشتري تياب جديدة بس ما عنا محل نحطن. هلأ مع هالخزانة يلي منركبها نحنا بإيدنا بالبيت تنحل هالمشكلة. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر، بتساع كتير تياب وغراض، فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير إشياء بدنا نصفها وما عنا محل. هالخزانة بتتقطع على 7 كومبارتيمون، ومثل ما شايفين كل واحد قياسه لتناسب جميع أنواع وأحجام التياب والأغراض. والخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا أغراضنا من الغبرة والرطوبة. هالستورج كلوزت تحصلوا عليها ب $40 بس بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتهم، سويبرو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلا شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شي من الكبير للصغير، إن كان على السجادة على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكل منوطيها بهالشكل. هيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن، وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سويبرو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعطلوا هم إذا بدكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارور الكبير من الأوساخ. سويبرو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سويبرو بلس هي ماشين ما مندبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سويبرو بلس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير اشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى اذا بدنا نشيل شي على السريع. سويبرو بلس اكيد مكفولة لمدة 2 سنين، لتحصلوا عليها اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب $46 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية.
قد ايه بنحب نشوف اولادنا مبسوطين وعم يلعبوا او ملهيين بالعاب مهضومه. فلاينج فيري هاللعبه يلي بتتشرج الى جوانح وبتطير وبترجع بتغط، ومجرد ما ترجع تلمس ايدينا بترجع بتطير عن جديد. مش بس بتتسلى الاولاد، بتساعد الاولاد كمان على التركيز. فلاينج فيري للبنات وفلاينج مينيون للصبيان، وكمان بتشتغل بنفس الطريقه. بتحصلوا على فلاينج فيري ب $15 وفلاينج مينيون ب $15 كمان، واذا حبيتوا تحصلوا على الاثنين مع بعض فيكم تحصلوا عليهم ب $25 بدل $30. واصلين لعندكم بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55 من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الأيتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.